في الملف الصحي، أوضحت نقابة الصيادلة أن قانون الضمان الصحي أصدر مطلع آب الماضي ويفترض أن يطبق في المستشفيات والمؤسسات الصحية بداية السنة المقبلة، وسيشمل الأطباء والصيادلة والمعتمدين والمرضى. وردا على ما تداولته وسائل الإعلام، أكدت النقابة أن الانتماء لصندوق الضمان الصحي يعتمد على فئة الموظفين بصورة عامة، والذي يكون الاشتراك الشهري فيه بنسبة قليلة من رواتبهم، وأن الموظف المشترك ليس وحده بل معه عائلته، أي بمقدار 5 أشخاص في السنة، وبالتالي قد يكون المبلغ 250,000 دينار سنوياً.